مساء الخير، يسعد اوقاتكم وما كنتوا عم تحضرونا عبر شاشة سما الفضائية. ان شاء الله يا رب الامطار اللي عم تنزل على الجمهورية العربية السورية تكون امطار خير وبركة وسقيا رحمة ب 12 رمضان. عم نطلع عليكم برمضان بيجمعنا على شاشة سما لحتى ننضم لكم بساعة ونص من الهواء ونترافق مع ضيوف متخصصين بشتى المجالات. يسعد اوقاتك رنا. اوقاتك يا رب ورد واوقاتكم مشاهدينا. يعني بلشت هلا بوستات هي تبع رجعت الشتوية قلوب السوريين ورجعت الشتوية. يمكن ما لحقنا نحس اساسا انه صيفت، بس هي ايام دائما هيك، يمكن شهر ايار بيكون فيه ايام فيها مطر وفيها خير. ان شاء الله تكون مطر خير على الكل. نحن مثل العاده كل حلقه معنا موضوع جديد ونقاش جديد وسؤال نطرحه اكيد على المشاهدين لحتى نسمع منكم يمكن اجوبتكم وارائكم بهذا الموضوع. في كثير ناس ورد بحياتنا نتمنى يمكن نقول لهم شكرا صح على كثير اشياء، على ممكن شيء عملوا معنا، على كلمه قالوا لنا اياها، او حتى على موقف معين كانوا موجودين فيه معنا. صحيح. لمين بتقول شكرا؟ في كثير ناس لازم نقول لهم شكرا، شكرا لله عز وجل انه اعطانا نعمه الحياه ورجع لنا الامان لسوريا، ان شاء الله يا رب قريبا بكل البقاع. ان شاء الله يا رب. شكرا لكل حدا وقف معنا بلحظه نحن بحاجه له فيها وما خذلنا، شكرا لكل حدا ما خذلنا فعلا وكان عند حسن ظننا وما خابت ثقتنا فيه. لمين بتقولي انت؟ انا بحس نفس الشيء عن جد للناس يمكن اللي ما غيرتها السنين او ما غيرها الوقت. يمكن الظروف بتتغير بس في اشخاص بيكونوا ثابتين بحياتنا ان كانوا اكيد العيله القريبه او حتى الاصدقاء المقربين. شكرا اكيد لهدول. صحيح. الناس والناس ايضا اللي كل يوم عم تتابعنا على صفحه صباح عفوا رمضان بيجمعنا على قناه سما وصباح الخير. اكيد بنقول لهم دائما شكرا على التفاعل الحلو يلي عم نشوفه منكم وايضا لكل حدا عم يتصل فينا لحتى نسمع اصواتكم ونعيش اجواء رمضان. تماما. نحن الارقام بلشت تظهر اسفل الشاشه، رقم الاتصال فيكم تتصلوا باي لحظه خلال الحلقه لحتى نسمع صوتكم ونرمضن عليكم. هي نرمضن مصطلح منقوله بسوريا لحتى نعايدكم برمضان ونشوف شو عم تقولوا للناس اللي حواليكم من كلمات شكر وامتنان. نحن حلقتنا بلشت، حلقتنا طويله، ما تروحوا لبعيد ولا تنسوا دائما رمضان معنا سما بتجمعنا. تمر هندي يا أطيب مشروب عندي، يا سمرة يا تمر هندي يا أطيب مشروب عندي. هركتنا أنت والتمر هندي ما بتكن؟ أشبك أشو في أطيب من التمر هندي على السحور؟ بعدين صارت وصارت. طب أنت بتعرف ليش سموه تمر هندي؟ لأنه من الهند؟ طب هاي قصة طويلة بعدين بحكي لك ياها. بس التمر الهندي أكتر الناس اللي بيحبوه لحن العرب، وهو من المشروبات المرتبطة بشهر رمضان، ولأننا نحن صايمين جسمنا بحاجة للسوائل والسكريات، بس لازم نشرب منه كمية محدودة وهو مفيد كتير وصحي لجسمنا. قول هالحكي لحالك، ما بتخلي مجال لحدا بريق التمر هندي على الفطور. يا سمرة يا تمر هندي يا أطيب مشروب. يعني إلى أسماء كتير، العوامة، لقمة القاضي، الزلابيا، وشو لقم؟ بحلب بيقولوا لها جمع لقمة لقم، فبيقولوا لها باللهجة المحلية لقم. لقم، أوكي، هي كمان عرفنا اسم جديد أكيد لأكلة العوامة. يمكن هي إلى أسماء كتيرة بس هي أيضاً لنوع واحد من الحلويات الرمضانية المشهورة والمحببة للكبار والصغار واللي بترجع حكايتها لأكثر من 8 قرون. تتألق على موائد رمضان باللون الذهبي، كرات بيعشقها الصغير والكبير وبيتحلوا فيها بعد الإفطار. العوامة اختلفت تسميتها بالبلدان العربية مثل الزلابية، لقمة القاضي أو الإيمات. العوامة شعبيتها كبيرة بين الناس وقصتها قديمة ترجع للقرن 13 ميلادي ببغداد وانتقلت للدول العربية وعرفت باليونان وقبرص باسم لوكوماديس مع القرفة والمسكي والآيس كريم بيحبوها هنيك. عوامة أكلة شعبية قديمة من مئات السنين معروفة، يعني بالأخص بالرمضان هاي أكلة معروفة، يعني لابد أنها تكون على السفرة، قطايف
عصافيري، ستاتي، محشية، جوز، أشطة، عوامة. في عوامة الناس ما بتحبها حلوة، سكر خفيفة هم تساوية، أصابع، مشبك، حلاوة الجبن، عوامة بأشطة، هاي إضافة جديدة يعني، عوامة بشوكولا، يعني في شغلات جديدة هم تساوية. شي عم بيقول فلسطينية، شي عم بيقول سورية من أول ما يعني صارت العوامة، بس بعتقد إنها سورية. ذكرت بعض الأقاويل إنه الإسكندرية هي أول مكان ظهرت فيه لقمة القاضية لوجود اليونانيين فيها. تختلف طرق إعداد العوامة من بلد لآخر، وبيتم حشوة بمختلف الأنواع مثل التمر، الجبن، القشطة، السمسم والشوكولا. تحضيرها مي سخنة وخميرة وطحين ومي، بنعجنها بحيث بينزل مثل الخيط من الإيد، هذا عيارنا يعني مو بالميزان. بنستنى على شي ربع ساعة لتختمر، نبلش بها نعف باليد بالمعلقة. أول مرحلة بنشمع تشميع نص عليه، نيمة على جنب، بعد شوي بنقليها. هالمرحلتين. واللي بيميز العوامة إنه كلها طبيعية وما فيها أي مواد صناعية، يعني أكلة طيبة ومواد صحية وبتحليك بكل الأوقات. يسعد أوقاتكم مرة تانية. على طول خلال حلقاتنا بنحاول نسلط الضوء على أمور ممكن تفيدنا خلال الشهر الفضيل، فكيف فينا مثلا نستثمر الشهر الفضيل بتنقية النفس وتطوير الذات؟ اليوم مساحتنا الاجتماعية رح تكون خاصة بأطفالنا، وكيف فينا نعودهم على أخلاقيات وسلوكيات الشهر الفضيل لحتى نكرسها بشخصيتهم. صحيح، يمكن كتير في أمثلة عملية ورد واستفسارات عديدة بتخص هذا الموضوع، رح نناقشها ونعرف إجاباتها مع ضيفتنا مريم الحاج عثمان الاختصاصية بتنمية الطفل. أهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم. أهلا وسهلا، رمضان كريم علينا وعليك وعلى كل حد عم يتابعنا. يا رب يا رب. نحن على طول منحس إنه شهر رمضان هو شهر تدريب النفس لحتى نعم. نطلع منه بعد 30 يوم بشيء إيجابي ما نعم. كان موجود بشخصيتنا، أو كان موجود ولكن متخفي نوعا ما. أطفالنا رمضان بيفرحوا فيه بالأكل، بالشرب. صحيح. بالعادات والتقاليد والطقوس الدينية اللي منمارسها ببيوتنا. كيف ممكن نحن نعزز قيمة رمضان عند الطفل؟ أول شيء كيف نعزز رمضان عند الطفل، إنه نعززه نحن نفهم يعني مفهوم رمضان شو. إذا نحن عنا يا مفهوم رمضان موجود، معناته نحن بنحسن ننقله باللاوعي لطفل. نحن إذا بنسأل الأطفال كتير شو مفهوم رمضان، كله بيقول لك مثل ما قلت، أكل، شرب، سهر، ممكن تياب جديدة، إنه آخر 10 أيام بدي أشتري للعيد. هذا كلياته مفهوم رمضان دائما الشيء العملي، وإنما نحن ما مسلط الضوء على القيم. القيم اللي لازم نحن نعطيها للطفل ونشربه اياها ونخليها تترسخ عنده لحتى تصير عادي فيما بعد. ما كيف بدي احكي له للطفل قصة رمضان؟ يعني اليوم طفلي اللي عمره 7 سنين او 8 سنين او خليني اقول حتى 10، شلون بدي اشرح له شلون انفرض الصيام؟ شلون بدي اشرح له كيف امر الله عز وجل المسلمين بصوم شهر اسمه رمضان؟ صحيح. خلينا اول شيء اذا بدنا نحكي بالاعمار تحت 6 سنين، حيشوفنا نحن الاطفال الكبار كيف عم بيصوموا، كيف عم بيتعاملوا، التعاملات بتفرق. بيعرف انه البابا والماما لما دخل هذا الشهر بلشوا كانه صفحه جديده، او تغير سلوكهم نوعا ما لحد للافضل طبعا للايجابيه. هيك مفروض، المفروض يكون للافضل. المفروض يكون للافضل لحتى انا بلش بهالشهر درب حالي على ايجابيات انا تصير عندي عادي كشخص واعي. وانما الطفل بده يشوف هذا الشيء، انا دخل رمضان معناته انا في عندي ايجابيات او سلوكيات ايجابيه عم بسعى لها بحياتي. هذا بعمر 6 سنين 7 سنين. اما فوق 7 سنين فالطفل عنده التفكير المنطقي الصفي شغال كثير، وبحسن انا احكي معه وحاوره ويتفهم علي شو عم بحكي. خليني ارجع له بمرجعيه القران، ارجع له للآيات القرآن اللي فرض رب العالمين علينا الصوم، إمتى فرض علينا وكيف فرض علينا وشو ثواب الصيام رب العالمين عطانا إياه. فكل هذا أنا لازم خلي الطفل مرجعيته القرآن، افتح القرآن وهو أكيد عم بيعرف يقرأ ويكتب، وأرجي الآية الموجودة بالقرآن وبلش أعطيها ببساطة حسب استيعابه وحسب قدرته. تمام. طبعاً فوق 10 سنين فيني أنا يعني أتعمق أكثر بتفسير الآية وبتفسير إنه ليش رب العالمين
خلق صيام على الصعيد الإنساني والديني والروحي، يعني فيني أنا أتعمق فيها بعد العشر سنين. أما تحت العشر سنين فيني أعطيها بشكل مبسط وقل له أنه مرجعيته القرآن وأرجيه الآيات اللي بتدل على أنه رب العالمين أعطانا هذا الشهر الكريم ورزقنا. يعني دائما الأهل بيحاولوا يزرعوا أكيد بأطفالهم القيم خلينا نقول الإنسانية، يعني نحول يمكن الموضوع أكيد منعلمه يمكن الدين والفروض اللي هو بده يقوم فيها، بس كمان نحن نزرع فيها القيم الإنسانية اللي هي كمان الصوم هو جزء منها. يعني نحن اليوم الصيام هو الإحساس كمان بالشخص الآخر، الإحساس بالشخص الفقير، الصدقة يمكن على الناس اللي هي محتاجة، كل هاي الأمور اللي هي كمان هي الأخلاقيات شهر رمضان. كيف نحن كمان نعود الطفل إنه نحن بهذا الشهر من هذا الشهر لازم نتعلم لكل السنة كيف نحن منحس بغيرنا، كيف منحس بالفقير وكيف نتعامل معه. تمام، هلا برجع بقول حسب الفئات العمرية، الفئة العمرية اللي تحت السبع سنين بتفهم بشيء ملموس شايفه الطفل ومشاهده ومارسه مع أهله، فأنا بفهم فيه بهذا النسق. طب أنا بدي أعطيه الأخلاقيات اللي هي مثلا أني حس بالفقير، أني أعطيه الصدقة، ممكن أنا أعمل ممارسات عملية بسيطة أني كيف خليه يفهم شو يعني صدقة وشو يعني أني أنا أعطيه زكاة أو طلع من مالي جزء اقتطعه لحتى أنا أعطي هالصدقة لطفل مثلاً تاني فقير يقدر يشتري فيه كذا وكذا وكذا، لحتى خلي طفلي يمارسه بشكل عملي. ممكن خلي صندوق صغير وقال له إنه هي مال للفقراء اللي ما معاهن يشتروا مثلاً أواعي، ممكن هو يحط من خرجيته مثلاً يقطع من خرجيته، أو ممكن يقطع من خرجيته الوالد أو الوالدة تحط فوق منه إنه شان ساهم هي كمان بهالموضوع هذا، يكون في صندوق. هي على الصعيد الممارسة العملية. أما الأطفال اللي أكبر شوي حيحس بالصوم لما بيصوم، الطفل الصغير ما بيصوم، حيحس بالصوم لما بيصير بيجوع بيعطش بيتعب بيصير عنده تغيرات بجسمه انه انا تعبان انا عطشان، فده دغري رح نعطي ونحاور بطريق الحوار انه نحن الاطفال التانيين ممكن ما بياكلوا غير وجبه واحده، انت عم تاكل هذا اللي عم تحسه انت هلا لفتره مؤقته عم يحسوه كثير اطفال يعني لايام معدوده. صحيح، وحياتهم كلياتها مبنيه على هالشيء، ممكن ياكل مره واحده باليوم، ممكن ما يصح له ياكل نهائيا الاكلات اللي بيحبها اللي عم ساوي له اياها، ممكن الاطفال الثانيه ما تلاقي نهائيا هي الاكلات. فانا بهالموضوعات ممكن حاوره وهو لحاله ياخذ قطع من مصروفه، وكمان انا ساعده لحتى يصير انه المصروف يساهم فيه الأطفال التانيين اللي فعلاً هن بحاجة. تمام. أنا هيك بنمي روح التعاون عند الطفل، الإحساس بالآخر، احترام الآخر، كمان كيف يعطي الصدقة كمان كتير مهمة، مو يعطيها علانية ويضل يقول أنا عطيت أنا عطيت. نحن الأمهات تعمل غلط بالتربية إنه بتعزز الطفل دائما بالحوافز المادية وبتقول ابني صام وبتبلش بتزيع على البيت للعيلة وعائلة العيلة كلها بعراض. تمام، الفكرة اللي بدنا نقولها نحن حلو الواحد يفتخر بطفله، وإنما ما صلت الضوء كتير على هذا الطفل لحتى ما يصير يعمل هالطقوس هاي وهالأخلاقيات والقيم لإرضاء الآخر. تمام. أو لحتى يقول عني إني أنا صايم، أو لحتى يقولوا عني إني أنا ما في مثلي أحسن طفل. ما نحن يمكن بنرتكب غلط إنه منعزز الشعور المعنوي والإحساس عند الطفل لدرجة منقرنه بالآخر. صح. لهيك الآخر بيصير ذكي عاطفياً، بيقدر يضرب طفلنا أو يضربنا نحن بالشعور. صح. فلذلك إنه لما بيلعب علينا لعبة كلمات أو بيقل اهتمامه فينا شوي أو بيقل اهتمام الناس المحيطين بالطفل بهذا الطفل، ففورا يحبط ويدمر نفسيا. كرمال هيك الكلام اللي حكيتيه جدا مهم. صحيح. رح نروح لناحية أخرى، ما بدنا نسبب رد نفسي عند الطفل نحن، ما بدنا كل شوي نذكره بالعالم الأسود خليني أقول. صحيح. أو بالألم والجوع والتعب وكل الأمور التانية الموجودة، بدنا نخليه إنسان يحب رمضان فعلا ويشعر بالإنسانية والروحانية حول طقوس رمضان. كيف ممكن ندربه على الصبر اذا فعلا ابني ضعيف جسديا؟ خليني اقول كيف بدي ادربه يصوم. هلا كيف بدي ادربه يصوم؟ في نحن عنا بالبيئه الشعبيه اللي كنا قبل في شيء اسمه صيام درجات المادني. اول شيء انه انا صومه كم ساعه او كم يوم، ايه يوم لا، يعني في صيام عددي يوم ايه يوم لا او يومين ايه يوم لا حسب، وفي صيام زمني اني يعني انا صومه لصلاه الظهر للعصر. وفي اهالي كمان بتخليه يفطر عادي الصبح وقبل العصر بتقول له هلا بلش صيامك مشان يقعد معنا على صفره الافطار. تمام. وهو فعلا صايم.
فانا عم درب الطفل هيك انه كيف يصوم بالتدريج شوي شوي. تمام، بالتدريج شوي شوي. هلا كمان كيف بدي دربه على الصبر، انا ممكن مو بس برمضان، يعني انا طوال السنه ممكن درب طفلي على هالموضوع هذا بممارسات بسيطه. لما بده مني شيء ممكن له ماما ممكن دقيقه، ممكن لو سمحت دقيقتين. الطفل ما عنده صبر، يعني حتى انه يصبر ما عنده. فانا بهالممارسات هي ممكن انا ادربه، خاصه الاطفال لما تجيكي تليفون بيحلالهم كل شيء ماما تمام هلا. فانت لازم تكون مدرب طفلك، يعني وانت عم تمشي التربيه ما هي عصايه سحريه بس برمضان، بس بهالوقت، بس بالوقت المدرسه، لا هي التربيه طوال العمر. بتلاقي ام عمرها 90 سنه عم تربي لساتها ابنها اللي عمره 70 سنه. هي التربيه فعلا مستمره وطوال العمر بتكون. فانا بدي اتفق مع طفلي بهالموضوع هذا، فانا بدربه مثلا ممكن احط له الاكل قدامه اقول له ليجي بابا بناكل، ممكن ما يقدر اول مره ما بيقدر. صعب هذا الشيء، صعب طبعا، صعب كثير. وانما انا عم دربه، طفلي اكيد حيخطئ، وطفلي كثير حيطلع ما يلتزم بالقوانين والقواعد اللي حاطيتها، وانما انا عم دربه. يعني هي فتره تدريب، لما يصير كبير يصير عنده صبر، يصير عنده صبر لما يصير عنده مشروع، عنده صبر لحتى يبلغ الهدف اللي بده اياه. فكتير مهم اني انا دربه دقيقه دقيقتين. والاحلى كمان انه في شغله كثير صغيره بتعملها الامهات، انه شايف العقرب الكبير بس يصير على الخمسه، فانت كمان عم تربي على الزمن. تمام. على الزمن بهالموضوع. كان في تجربة عاملينا على الأطفال، شفته فيديو صراحة على الفيسبوك، حاطينه طفل بيحطوه بأوضة لحاله، بيحطوه قدامه مارشميلو أو هيك، إنه أنت إذا نطرت مثلا ربع ساعة ما أكلتها لهي المارشميلو رح تاخد اثنين بدال واحدة. فبرجوك إنه في كتير أطفال ما كان عندهم صبر ودغري يأكلوا خلاص قطعة المارشميلو، يضلوا هيك يصفنوا فيها بعدين خلاص. في أطفال، فعلاً تعلموا قديش عن جد هي هيك، خلينا نقول التصرفات الصغيرة أو الألعاب اللي بيعملوها الأهل أيضاً للأطفال بتلعب دور بهذا الموضوع. وكمان قديش الثواب اللي ممكن ياخذه الطفل على هاي الأعمال، مثل المكافأة نحن عم نحكي عنها، ما شرط هي تكون مادية. كيف لازم تكون آلية المكافأة للطفل على هاي الأعمال؟ هلا الآلية المكافأة ما تكون شرط إنه إذا عملت كذا أنا رح أعطيك كذا. صارت عم تعلمي الطفل على كل شيء له مقابل مادي، إذا ما أعطيتني مقابل مادي فأنا ما رح أشتغل هذا الشيء. هاي أولا. ثاني شيء كمان الشرط إني أنا عملت كذا لك كذا، حتعلمي على الرشوة. يعني انا ما عاد اشتغل شيء بدون ما تعطيني مقابل، وهي المقابل رح يكبر مع الطفل، مع تقدم الطفل بالعمر. ما رح يقبل باب المارشميلو او بشوكولاته او اي شيء، حسيت تكبر معه اكثر واكثر، شو رح تعطيني؟ وكثير من الامهات بنسال، يعني بيقول لها للطفل بتقول له اعمل كذا كذا، بيقول لها شو رح تعطيني؟ شو بتعطيني مكانه او بداله؟ فهي هذا الموضوع صعب كثير. انا فيني اعطي هديه لابني بس ما اقرنها بشرط. يعني هلا برمضان عم بيصوم، ما ضروري اني انا كل ما صام اقول للعيله كلياتها برافو كثير منيح انت احسنت الصوم ما شاء الله عليك بحبك وبحب صيامك. يعني هي التحفيزات المعنويه هي الدافع المعنوي لحتى يصوم ولحتى يصير عنده القيم. اما التحفيز المادي موجوده انت انا بصوم، مالك موجوده ممكن اكل من ورا تراكي. يعني هاي الموضوع كتير خطير. يعني بروح على البراد بغطي خمس دقائق تمام بيشرب وانا صايم. وانا طب انت شو علمته للطفل؟ علمته يكذب تماما، علمته يحتال يراوغ، يحتال، علمته ينافق، علمته وما زرعت قيمه. انا بدي ازرع قيمه. القيمه بتنزرع باللطف وبالحب، ما بتنزرع بالعنف. اهم شيء يقتنع بالصيام. صحيح. اهم شيء يقتنع انه انا عم جوع واعطش وما اكذب وما اطلع نظره غلط وما اعمل شيء يفسد صومي، لانه انا مقتنع بشيء اسمه رمضان ومقتنع بشيء اسمه صوم. غير هيك مثل ما قلتي انا بدي كذب على اهلي بس لحتى اخذ الاكل والشرب والهدايا والمكافآت. كان في شيء عندنا بحلب بتذكره اسمه فطوريه، عم بذكرها للمره الثانيه، كثير ناس انبسطوا انه ذكرتها. الفطوريه هي اكله اغلبها معجنات تنعطى للطفل مكافاه بس اذا صام اليوم. فما بعرف اذا كانت من المحفزات المحببه او لا اللي بتؤدي لنتائج عكسيه. هلا اذا بدنا نروح لهدول الاطفال، انا بظن يعني اذا رحت على يومهم بتلاقيهم اكلوا من وراء اهاليهم واللهم اني صائم، بضل بيقولوا اللهم اني صائم. انا بدي ازرع رقابه ذاتيه عند الطفل بالقيم. والله انا عملتها مره كنت صغير. ايوه انا عملتها كمان مره اكيد. ليش؟ لانه نحن في شيء بده ينزرع بالحب وباللطف، ما بده ينزرع بالغصب انه لا انت صرت كبير بدك تصوم، لازم ما تكذب لانك انت ما بتكذب، انت مثلا المؤمن لا يكذب. لا انا بدي ازرع فيه هالقيم لحتى تصير فعلا هي جزء من شخصيته، هي جزء من شخصيته. تمام. جزء لا يتجزا اني انا صادق امين بصوم رمضان لانه رب العالمين شايفني ومراقبني. هلا انا ما بدي خوف الطفل مثل ما قالت يعني بالنهايه، بس في شيء اسمه مكافاه
ممكن انا كافئ انه العيد رب العالمين كافئ كل الامه الاسلاميه صحيح بالعيد وهدايا العيد اللي بتكون وبالتياب جديده للعيد، فانا ممكن اعطي هالمكافاه كتحفيز مادي. خليني اقوله دائما التحفيز المعنوي هو الاساسي والتحفيز المادي هو اضافي وليس اساسي. اني انا اكون محفز معنوي لطفل هذا هو اللي حيبقى مع الطفل وهذا هو اللي حيزرع القيمه عند الطفل. أوكي. تمام. يعني اختصاصيه تربيه الاطفال مريم الحاج عثمان شرفتينا، انبسطنا كثير فيكي. شكرا على كل المعلومات اللي قدمتينا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك ورمضان كريم. رمضانكم مبارك. شكرا لك. مشاهدينا رمضان هالسنة عم يزورنا بظروف استثنائية، يمكن في طقوس غابت وما قدرنا نعيشها مثل ما تعودنا برمضانات صح. سابقة، ولكن بالمقابل في نواحي إيجابية ومميزة بالنسبة لكثير من الناس. الفرق اللي حسيته بين هذا الرمضان والرمضان اللي قبله؟ فرق بتحسيه على وبس تعابير وجاه العالم، يعني بهيت شوية حزينة انه ما صار في طلعة وفوتة. هلا هي الحبسة بالبيت، حبسة بالبيت كونه بوقت الافطار يعني، بس العالم هيك يعني شوية روحنت بالرمضان الماضي، وان شاء الله هيك رمضان اللي جاي نتروحن اكثر. وكل عام وانتم بخير وصيام مبارك على الجميع. طبعا تغير علينا انه نحن تفرقنا عن احبابنا وبعدنا عنهم فترة واضطرينا نضل بالبيت. تلاقي العالم عجب وهذا فرحان العالم. هلا عجب ويعني الأمور مو مثل الأول. رمضان الماضي كان أحلى بصراحة بكل المعايير، يعني إن شاء الله بترجع مثل الأول وبنعيد مثل الأول. بشكل عام رمضان شهر مبارك، بس نحن الوضع اللي نحن فيه هلا إنه شوي العالم من داء عن رمضان هداك، ذاك رمضان كان يعني شوي فيه أريحية أكثر. بالشري بالاكل بالفوته بالطلعه، اما هلا والله شوي العالم متضايقه. الله يفرج يا رب وان شاء الله سنه خير على الجميع. فرق كبير يعني، كنا ذاك رمضان لسه يعني احسن، ما بكفي ما كان في عندنا كورونا. في فرق كثير يعني، قبل كل شيء الاولاد عم تضل قدامك، ثاني شيء الحمد لله يعني كله متوفر، بس يعني قلت هالطلعات هالفوتات، بس الأسرة عم تضل مجتمع. أنا ما بعرف، أنا حبيتها. اثنين حلوين، بس هذا الشهر يعني بما أنه في عنا هذا الفيروس هذا يعني كركبنا شوي. هلأ الفرق سبحان الله بس هالظرف هذا اللي صار فينا مشان المرض. والله فرق كتير بكل شيء، بالحياة بالوقت بالشغل بكل شيء، فرق كتير. الحياة صعبة صايرة ومرة، والواحد ما عم يركض ما عم يلحق. يسعد اوقاتكم. عن جديد بدنا نرجع نذكر بالسؤال اللي طرحناه من امبارح على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها رمضان بيجمعنا على قناة سما، واللي بلشتوا تشوفوها معنا عبر الشاشة. السؤال كان كل حدا مننا في موقف جميل اخذه من طرف تاني وعمل معروف خلينا نقول باتجاه حدا تاني، لمين بتقولوا شكرا وشو السبب؟ عم تشوفوا البوست معنا عبر الشاشة، وخلينا ناخذ تعليقات. هالمرة حاطط يا رنا ماست ريليفنت، يعني ماله من الأحدث للأقدم، حاطت الأكثر مثلا بروزا على الصفحة. رح ناخذ أول تعليق. شكرا للأشخاص اللي بيرسموا لنا البسمة عن ذكراهم، وشكر وتقدير لقناة سما والبرامج الحلوة المفيدة، وشكرا كثير كبيرة لورد ورنا على طاقة إيجابية دائما. شكرا كثير لإلك. ما عرفت أقرأ الاسم أنا بصراحة لأنه ماله كثير واضح، بين معنا على الشاشة. تمام. رح ناخذ تعليق ثاني. رح آخذ ميريام. رمضان كريم على الجميع، أكيد أهلي لأنه هنن
أكثر شيء شجعني ودعمني وقت الشدة. بشكركم من كل قلبي وكل شيء عملوا من تضحيات ليرسموه على وشنا السعادة والفرح. رح أخذ تعليق أخير قبل ما أعطي لرنا القيادة. رح نأخذ أميرة التلج، هذا اسم البروفايل. ما بقول شكرا لأي حدا، ما في حدا بيستاهل، وكثير بحبكم رنا كويتر، بتجنني. شكرا. وعم تتغزل فيك يا رنا. بس ما عم تقول شكرا لأي حدا. لا ما جعبالها تتشكر حدا اليوم، مرة تانية. إلا ما يطلع شي حدا عن جد. يمكن بحس دائما الشكر الأول والأخير هو أكيد يمكن أول شي لربنا أكيد، وتانيا يمكن لأهالينا اللي هن شو ما عملنا حس ما منكافيون عن جد على أي شي. رح أخذ كمان أنا شوية كومنتس. رح أخذ أبو حمزة الملك، شكرا لكل إنسان ساعدني وكان ممكن يتجاهل وما يساعد، شكرا لكل إنسان علمني الصح من الخطأ، وشكرا لكل إنسان علمني درس صعب ما بنساه من قسوته لأنه خلاني أتعلم شيء جديد، وأكيد ما حدا غيره كان عم فيه علمني بهالطريقة، خلاني اكتشف معدني بالحياة، وشكرا لله اللي خلقنا بمجتمع لا غنى لأحد عن الآخر. حلو كتير الكومنت. حلو كتير. رح أخذ كمان إناس عم بتقول شكرا لكل الأشخاص اللي كانوا معي على الحزن قبل الفرح، وخصوصا لأهلي لأنه هن سندي بهي الحياة ودعموني بحياتي لحتى أنجح، وإن شاء الله يا رب حقق لهم أحلامهم. الله يخلي لك ياهم يا إناس ويضلوا فوق راسك. هأخذ آخر تعليق لأحمد. عم يتشكر كتير، حسيتها مهضومة. عم يتشكر المعلمين بالمرحلة الابتدائية بالصف الخامس والسادس لأنه بسببهم أنا كمان شخصيتي الحالية، وعلموني كيف أنجح بالمدرسة وبالحياة، وشكرا لكم ولقناة سما. عجد نحن اليوم دورنا نتشكركم لكم لأنه عم تتابعونا، لأنه عم تتابعونا وعم تهتموا ودائما عم تشاركونا يمكن بأي سؤال أو بأي شيء نحن عم نطرحه على الصفحة، وكثير عم يكون التفاعل حلو. رح نكون كمان بالجزء الثاني، بالجزء الثاني نرجع نقرأ تعليقات فاللي بيعلق رح نشوفه، واتصالات أكيد من مشاهدينا لحتى نسمع كمان صوتهم. صحيح يا رنا، في كتير من التعليقات عم تجي ما عم نقدر نقراها، ولكن نحن ما عم نقدر نقراها على الشاشة، بس نحن عم نقراها على الصفحة أكيد. هالمرة رح نروح لعند الدكتورة إيفانا اليوسف لنمسي عليها. مساء الخير دكتورة. مساء النور. ونتعرف مع ضيفة على موضوع اليوم، تفضلي. مساء الخير دكتورة. هلا حبيبي، مساء النور. مساء الخير. فقرتنا اليوم عن الأمراض القلبية، وحنحكي عن مرضى القلب والمفتوح، وطبعا ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر الأرقام يلي عم تظهر أسفل الشاشة لأي استفسار طبي، والبداية بعد لحظات. النوبات القلبية بترتبط بطبيعة النظام الغذائي واللايف ستايل، وأكدت دراسات الأشخاص يلي بيعانوا من الأرق أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، والحرمان من النوم لفترات طويلة بيزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وبالتالي الحاجة إلى إجراء عمليات قلبية بوقت لاحق. ولتفاصيل أكثر صار معنا الدكتور وليد فطايري، استشاري بالأمراض القلبية. كيفك دكتور؟ يا أهلا، أهلا وسهلا فيكم. دكتور، شو وضع القلب في رمضان؟ وضع القلب برمضان، طبعا القلب له شغلات كتيرة. نبلش باللي معهم الضغط مثلا. اول شيء الضغط طبعا بده ينضبط كما يجب برمضان، ولازم الادويه تتاخذ بوقتها بين السحور والافطار. نحن بننصح دائما انه الادويه اللي فيها مدرات انه ما ناخذها على السحور، لحتى ما عدد الساعات الكبيره اللي بده يمضى للافطار عشيه ما يوصلوا ليعطشوا وبيصير عنده نقص سوائل وعدم إيماها. فمشان هيك بنخلي المدرات للإفطار دغري على المدفع، بنقول لهم خذوهم وبعدين افطروا، مشان اولا الدواء يشتغل، وثانيا شو ما شربوا سوائل يكون المدرات حاضرة. الشغلة الثانية بنوصيهم دائما انه ما ياكلوا شغلات على السحور تعطشهم بالنهار، يعني يفضل انه يكون شغلات خضار فواكه، يعني شغلات كتير خفيفة على الهضم، سهلة وفيها مي وسوائل، حتى ما يعني يحسوا بالعطش أو ينقص عليهم السوائل. طبعاً بين أخذ الدواء وبين الضغط، الضغط له مشاكل كتيرة برمضان. فنحن إذا بدنا نحكي عن الضغط المستقر، مريضنا بيصوم بدون إشكال أبداً وبيقضي نهاره وما بيحس فيه، خاصة إذا طبق هالتعليمات. وبالعكس نحن بننبسط إنه مريضنا يصوم برمضان للي قادر طبعا، لانه خاصه بالنسبه للمدخنين، المدخنين بينقطعوا فتره طويله عن الدخان. فهذا طبعا بينقص من السموم اللي بيدخلها على جسمه. لانه احنا ما ننسى انه الدخان في له سيئتين كبار، اولا الاطران اللي بيفوت هذا بيعمل مشاكل بالرئه، سرطان رئه او حلق او لسان.
بينما النيكوتين اللي بيمتصه الدم بيوصل على الأوعية بيعمل تقبض وبيعمل تسرع بالقلب، واللي عنده خناق صدري بيزيد له اياه. فمش عليك بنقول خليهم يخففوا شوية الدخان، هي شغلة منيحة برمضان. هلأ اللي عندهم ضغط طبعا شوي شديد أو معند هون نحن ما مننصح بالصيام، بيأثر. لأنه بيأثر كتير، لأنه هو من غير شيء نحن عم نعطيهم عدة أنواع أدوية لأنه اسمه شديد وما بيستجيب بشكل جيد. وكمان المعند يعني اللي بده كذا دواء وياده بينزل شوي وضله مضبوط، فمنوزع له الجرعات على 3-4 مرات باليوم. وكذلك الأمر لازم يشرب بشكل تدريجي دائما طول النهار، كل ساعة زمان كباية صغيرة مشان الكلاوي ما تتأثر، لأنه احنا بنعرف انه الضغط الشرياني هو اكبر خطر على الكلاوي من بين الشغلات اللي بيأذيها الضغط طبعا. فمشان هيك بنقول لهم اللي عنده ضغط شديد او معند يفضل انه عدم الصيام، بينما اللي مضبوط ضغطه على جرعة او جرعتين ومرتاح وما بيحس بشيء، لا وجع راس ولا ضيق نفس ولا خفقان، يصوم قد ما بده. هي بالنسبة للضغط. بالنسبة للأمراض الإكليلية اللي هي تضيقات على شرايين تغذية القلب، فهون طبعا كمان في عنا شيء اسمه الخناق الصدري، يعني اللي هو وجع الصدر، اللي بنقول له الخناق الصدر المستقر، يعني اللي المريض عم بياخد أدويته وعم بيقدر يمارس عمله ويقدر يروح ويجي ونقص التروية مستقرة. يعني في توازن جيد بين العرض والطلب، يعني الأدوية عم تقدر تغطي نقص التروية الحاصلة نتيجة تضيق موجود على الشريان الإكليلي. وبالتالي إذا صام وأخذ أدويته بين السحور والإفطار وما شعر بأي عرض بيقدر يكمل، بيقدر يكمل. فنحن لازم نقول له كمان إنه شو الأعراض اللي ما لازم يكابر عليها، لأنه هون هي شغلة قلب. أكيد. فالأعراض أولا إذا كان عنده خناق صدري، إنه إذا في وجع الطالع والنازل أثناء النهار طبعا ما بيصير يصوم، يعني معناه في خلل. وحتى بنكون موصينه نحن انه يحط حبه تحت لسانه عند اللزوم اذا صار في عرض خناق الصدر. تمام. فمعناها لو قبل المدفع بدقيقتين لازم يفطر اذا طلعت الاعراض، يحط الحبه اجباري، لانه هون التضيق الشرياني اللي عم بي كل ماله عم بيشد. اذا ما حطينا الحبه يمكن يوصل لانسداد الشريان ويصل لاحتشاء عضله قلبيه ويمكن يصير في موت مفاجئ، فما بنستفيد شيء انه ما نحط شغله. بينما اذا قدر صام بدون هالاعراض هذول ما في مشكلة ابدا. العرض الثاني اللي بننتبه له انه ما اثناء النهار كل ما مشي كل ما طلع دراج يلهت اللهته، بالنسبه لنا ما نخليها تصل لهالمواصيل هي. فكمان اذا ما في لهته ما في شيء بيصوم، بس اذا في لهته يجب عدم الصيام. هي الخناق الصدري. إذا بدنا نحكي بشيء اسمه قصور القلب الاحتقاني، بس نقول قصور قلب احتقاني يعني عنا عضلة قلب ضعيفة جدا، يعني هالعضلة بتقدر طبعا بتنحسب بالتصوير بالإيكو هالشيء. فإذا كان عضلة القلب ضعفت شوي معناها بتبلش السوائل تجي على الجسم كلها. يعني عضلة القلب الضعيفة مثل اللي حاطت مضخة على بير، لا بتسحب ولا بتضخ، معناها ما سحبت، يعني المي اللي بالجسم طبعا منقول بالجسم يعني بالرئة بالكبد بالبطن بالرجلين، بتلاقي في ناس منفخين كتير طبعا هذا هون إذا وصلوا لهالمرحلة ممنوع يصوموا، لأنه هو أصلا على الأد الأد بده يأكل على مجالات مراحل 4-5 مرات وجبات صغيرة كمية قليلة حتى ما يتعب قلبه، لأنه هو من غير شيء تعبان. وحتى بده يشرب بكميات قليلة، لأنه إحنا من ضيق عليهم شوي بكميات السوائل اللي لازم يأخذوها. دكتور معنا اتصال محمد من دمشق. ألو محمد. ألو أم محمد. ألو ألو أهلين يا أم محمد، تفضلي. مساء الخير دكتور. علي صوتك لو سمحت، اسمعيني من السماعة بعد إذنك. من السماعة عم بسمعك. ايه تمام. مساء الخير دكتور. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أنا مريضة كلاوي. أيوة. ايه بس أنا على طول عم بحس إنه نفسي ضايق. أيوة. ما دخل السوائل. ايه. يعني أنا بغسل 3 مرات بالأسبوع. تمام. ما دخلت السوائل بس على طول بتلاقيني بضايق نفسي. ايه. هلا هون في شغلتين للي بيغسل الكلاوي
اولا طبعا جلسه الغسيل تسحب له السوائل، يعني هي مفروغ منها، ما عاد في شيء اسمه مشكله سوائل نحكي فيها، بس وقت الغسيل بنعمله ومع ذلك في ضيق نفس، يعني في مشكله يا بالضغط مانو مزبوط بده يكون الضغط عالي، او في عندنا مشكله على شرايين تغذيه القلب وبالتالي كمان بيكون عليها مشكله، لازم ناخذ الدواء تبعها، وبكل الاحوال لازم يكون في مراقبه مستمره للضغط الشرياني لانه كثير بيلعب الضغط اثناء جلسات الغسيل. فوجهي انه اشكي هالشغله لطبيبك اللي عم يشوفك وقت الغسيل مشان يقيس الضغط ومشان يشوف اذا كان في شيء على التخطيط تبدلات توجهك نحو وجود او عدم وجود قصور ترويه اكليليه. تمام، معنا اتصال ثاني، مأمون من ريف دمشق. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا استاذ مأمون، الدكتور معك. الو، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. هلا انا معي تسلخ شريان ابهر. تسلخ؟ عامل عمليه تسلخ شريان ابهر. تمام، ايه شو السؤال؟ ابهر بطني طبعا، ما هيك؟ أبهر بطني؟ نعم نعم. أيوة. إيه شو اللي؟ الأبهر الصاعد. الأبهر الصاعد. أيوة هذا. وإيه؟ طيب. شو سؤالك أستاذ؟ نعم. هلا أنا عم يصير معي تنمل بالشفة. إيه. وعم إلهد. إيه. في وجع راس كمان؟ في وجع راس؟ لا لا بسمع التلفزيون. ايه هو عفوا، يعني انا هلا رح اختصر شوي. لا 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 بس عم اسميها تسنجات. ايه بس هي عادة خليني اخدمك دغري لانه وقتنا ضيق. التنميل الشفة بده قياس الضغط قبل كل شيء. تنميل الشفة والتنميل اللي بيصير بفروة الرأس هدول أول شغلة بينعمل إنه بينقاس الضغط، فاللي عنده عملية لتسلخ أبهر يعني عنده ضغط كتير شديد ومن زمان، والضغط الشديد هو اللي موصل لتسلخ الأبهر الصاعد، فمعناها لازم نراقب الضغط ونضبطه بشكل أفضل. تمام، معنا كمان اتصال إياد من دمشق. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا أستاذ إياد، الدكتور معك، تفضل. يعطيك العافية. الو، يعطيك العافيه دكتور. يا اهلا وسهلا، كيفك دكتور وليد؟ ان شاء الله بخير. يا هلا، الله يسلمك. لا دكتور، بحس بتنميل هيك بخنصر اصبعي ووجع راس، ومبارح يعني قص ضغطي 15 على 8. ايوه. ايه هلا هون تنميلة الاصبع الصغير ما خاصة بالضغط. هذا بسموه تنميلة العصب الزندي، والعصب الزندي بيجي بالكوع، بيمرق بالكوع محل ما انا عم بقشر، فهون الناس بيتكوا عليه شوي او بيناموا شوي مكعومين، فبيبلش التنميل على الاصبع الصغير. هي بنقول تحصيل حاصل، متى ما صار التنميل بيفرد الواحد ايده بيحركها شوي بيمشي حاله، بينما التنميل المستمر المزعج اللي بعض الاحيان بيؤدي حتى مو بس لتنميل، لضعف بالعضله هداك شغلته جراحيه، بينقلوا العصب الزندي للداخل. بس كمان لنحكي انه العصب الزندي طبعا ما خصه بالضغط، بس 15 هو ضغط عالي. فنحن بالنسبه لنا الضغط لازم ما يتجاوز 12 13 8. تمام تمام. هلا دكتور بدي اسال، هلا شو هي او مو هي شو الحالات بنقول نحن امتى مريض القلب لازم يعمل عمليه؟ امتى هي الحالات اللي تجبره انه يعمل عمليه قلب مفتوح؟ تمام، قلب المفتوح طبعا اول شيء هي موجوده بشكل شائع لتطعيم الشرايين الإكليلية، يعني بانسدادات الشرايين الإكليلية، كان بالزمانات قبل شيء 20 سنة كله جراحي، بس هلأ حاليا بوجود القسطرة والشبكات ففي قسم كبير من الشرايين صارت تنفتح بالشبكات وبالبالون. تمام، بس القسم الثاني اللي صار عدده أقل اللي ما بنقدر نفتحه بالشبكات، وخاصة إذا كان في تعدد للإصابات وإصابات صعبة، وخاصة إذا كان في إصابة شيء إحنا بنسميه جزع، يعني الشجرة الوعائية من أساسها مضروب، هون بيكون عليها خطورة عالية. فهون هي أول شغلة طبعا هي بنبعتها لجراح القلب لحتى يفتح ويعمل الطعومة. تمام. البريدج هو بسموه البايباس. تمام. يعني وين في التضيق هو بيحط بعد منه مشان ترجع التروية شغالة. فإذا أول استطباب هو الخناق الصدري أو نقص التروية،
يلي ما بيتعالج بالشبكات والبولين. تمام. الشغلة الثانية في عنا الآفات الصمامية، يعني صمام التاجي والأبهري ومثلث الشرف، هدول من كل بد بدهم بتجي مرحلة. أول شيء بنكون عم نعالجهم بالأدوية، بس بتجي فترة بصير تضيق شديد أو القصور تبع الصمام شديد، فطبعا هون بصير بيضعف عضلة القلب. فقبل ما نصل لمرحلة ضعف عضلة القلب بنحولهم على الجراح مشان يقيم الصمام المتكلس اللي ما عم بيفتح ولا عم بيسكر، بحط محله. طبعا في نوعين من الصمامات، الصمام المعدني وفي الصمام الحيوي. طبعا هذا هلا صار ماشي اكثر شوي، لانه الفرق بيناتهم انه الصمام الحيوي على المدى الطويل ما بده التميع اللي موجود للصمام الصنعي اللي بده على طول كل اسبوع نحلل بالمخبر نتيجه التميع لنظبطها. فالحيوي الافضليه تبعه انه ما عندنا هالهم وهي الشغله. طبعا الشغلات الثانيه ما ننسى مثل ما حكى الاخ انه تسلخ الابهار. هلا اي شغله بالابهار خاصة الأبهار الصاعد اللي بيطلع بالصدر، فطبعاً قبل ما يتسلخ الأبهار كما يجب ويتوسع ويعملنا مشاكل، فطبعاً كمان بده جراحة لتغيير الأبهار الصاعد، وبوقتها كمان بيغيروا صمام الأبهار بنفس الوقت. تمام. جراحة القلب بتبلش بعض الأحيان بالطفولة، فكل شيء اسمه آفات قلبية ولادية تمام ما بيمشي حالة بالأدوية إنه نراقبها، بدأ تسكير. ومنها الشائع جدا هو الفتحات بين الأذينتين والفتحات بين البطينين. هلا الفتحات بين الأذينتين خفيفة ظريفة ما بتعمل مشاكل، نحن عادة بس نكتشفها بعمر 8 إلى 10 سنين عند الأطفال تمام، وبفترة تعطيل الدراسة تمام، مو بفترة المدرسة بنعمل له إياها، لأنه كونها ما بتأدي لشيء فما بنجي بنعطله عن الدراسة لنعمل له عملية. بنترك الصيفية وبنعمل له العملية بالصيفية وهي بتصفي فعلا من الماضي. بينما الفتحة بين البطينين يمكن من الصغر حتى على الولادة تعمل مشاكل، لأنه هون الضغوط بتختلف عن الأذينات، البطين ضغطه عالي، فبعض الأحيان إذا ما تسكرت بوقتها وكانت كبيرة بيصير في شيء اسمه، لأنه عادة لنشرح شوي على السريع، أنه هو الدم الأحمر اللي بالبطين الأيسر كونه ضغطه أعلى بيمرق على البطين الأيمن بيعمل له عبء وبيطلع لوين؟ على الرئة. فهون احتمال يعمل ارتفاع بضغط الرئة تمام. فقبل ما يعمل ضغط ارتفاع بضغط الرئة بنسكر الفتحة بين البطينين. هي لازم هي تسكيرتها إسعافية وبفترة قريبة حتى ما تعمل ارتفاع ضغط الرئة، لأنه إذا تجاوزنا المرحلة وارتفع ضغط الرئة وثبت ما بيعود فينا نعمل شيء، لأنه خلاص حتى لو سكرناها بصير أذى وما بنقدر نسكرها أصلاً، إنه بتبقى هي مثل صمام أمان. فكمان هدول الآفات القلب طبعا الولادية تدخل. طبعاً طيب. آخر شغلة هي أوقات في شيء اسمه يعني اضطرابات نظم أو شيء ناتج عن أمهات دم بطينية أو شيء، كمان هي بعض الأحيان طيب. يعني هي بس نادرة. تمام. عندنا سؤال من الفيسبوك، قصي عم بيقول إنه وقت طلوع الضغط لغاية 14/5 بيرجف الجسم مثل لطشة كهرباء، شو السبب؟ لانه ارتفاع ضغط شرياني، وطبعا على 14 مو دائما بيعمل الرشفه، هو بده اعلى من هيك، بس هي بترجع لحساسيه البني ادم، هو حساس شوي زياده على 14 بتعمل له هالرشفه، بس هذا من الضغط الشرياني المرتفع. تمام. عندنا اتصال جمال من دمشق. الو. الو. اهلين استاذ جمال، تفضل الدكتور معك. صباح الدكتور. يا هلا، اهلا وسهلا. يسليك. هلا انا مركب شبكه قلبيه. الو. أيوة. إيه؟ يعلي صوتك شوي بس. إيه أنا مركب شبكة قلبية. إيه إيه. إيه وعم تجيني مثل الخدر بالغرفة الوسطى وضغط على عيوني، ينزل على عيوني. إيه. يعني إنه هيك بحس شيء عم يضغط على عيوني مرات. تمام. يعني إنه. إيه كمان هلا نعم. الشبكة طبعاً أنت سكري ما معك. لا الحمد لله. إيه عال، معناها الشبكة ركبت بسبب الضغط الشرياني. نعم نعم نعم. فمعناها الضغط الشرياني وصلك لشيء اسمه الاختلاط تبعه اللي هي هو تضيق الشريان الإكليلي وركبوا لك شبكة. نعم. فمعناها أعراضك لا تزال ضغط شرياني، يعني أنت لازم ترجع تضبط ضغطك لساته عالي. نعم. هدول نعم. أعراض ضغط عالي، فلا تتركه وتهمله. نعم. لأنه مثل ما ركبت الشبكة الأولى بالضغط نعم. الأولاني، هالضغط هذا بيخليك تركب شبكة ثانية وثالثة. نعم نعم. فرجاء لا تهمله، الضغط ما بينهمل، هذا عامل خطورة شديد. تمام دكتور، بدي نصائح أخيرة للأشخاص اللي
عملوا عمليات مفتوح المفتوح أو حتى معهم أمراض قلبية بشكل مختصر. تمام. هلأ نحن بما أنه بشهر رمضان أول شيء بدنا نقول أنه لازم ينتبهوا ليأخذوا أدويتهم كما يجب. اللي بيقدر يصوم واللي بيسمح له طبيبه يصوم يوزع أدويته بين السحور والإفطار، وإذا في مدرات مثل ما قلنا يأخذهم على الإفطار ما يخلي المدرات للسحور، ودائما يأكل أكلات وشغلات ما توصله لشيء اسمه عطش، وخاصة اللي عنده كلية على الأد بشهر رمضان إذا كان كتير تأثر وما شرب سوائل بيدخل كمان بيدخل كلية، فمعناها بده شرب سوائل وينتبه للدخان ما يدخن كتير ويأكل الأكلات الخفيفة الظريفة النظيفة وما يشرب سوس إذا معه ضغط. صحيح. يعني هاي المشاريب اللي بتكتر برمضان خاصة المشاريب الغازية والسوس، لأنه المشاريب الغازية فيها ملح. صحيح. والسوس معروف عنه أنه بيرفع الضغط، فمفروض الابتعاد عنهم. هلأ اللي ما بيقدر يصوم كمان نطلب منه أنه يأخذ أدويته كما يجب، لأنه للأسف كتير من المرضى بيكون عندهم صبح ومساء بيقوموا بيختصروا جرعة. صحيح صحيح. إنه يلا حاجتي بأخذ وحدة، بس ما بيعرفوا إنه هالحبة هي زغر وفعل وهي اللي بتوقيهم وبتحميهم من شغلات كتيرة وأمراض كتيرة. وبالتالي بنقول له اللي بيقول لك عليه طبيبك نفذه، لا تشتغل دعم لحالك. صحيح. حتى ما يصل للمواصيل. طبعا اللي عنده شغلات قلبية على الأد يلتزم بالوجبات المتعددة، يشرب مي على الأد، وخاصة مثل ما قلنا قصور القلب الاحتقاني ما بده مي كتير، بعكس اللي ما عنده شيء واللي عنده كلية على الأد بالعكس مقابيله بلازم يشرب بقى مي كتير. دكتور وليد شكرا كتير لك على المعلومات الحلوة، يعطيك ألف عافية. يا هلا. دراسة ظهرت بخصوص عملية القلب المفتوح بتضيف معلومة مهمة لضمان نجاح هاي العملية على أكمل وجه، شو مضمون هاي الدراسة؟ خلونا نتابع سوا. دراسة جديدة وجدت أن عملية القلب المفتوح بتكون أكثر نجاحاً عند إجرائها في فترة ما بعد الظهر. لكن قبل ما تلغي موعد جراحتك الصباحي خليك معنا لآخر التقرير. الدراسة بتقول أنه خطر الجراحة القلبية بيتضاعف حال إجراء صباحاً على عكس فترة الظهيرة، والأمر بيعود لكون القلب والرئة بيشتغلوا بأقصى جهد بوقت الظهيرة، مما يفسر كون خطر النوبة أو السكتة القلبية أعلى في وقت الصباح. لذلك فإن قوة العضلة القلبية وتحملها لضغط الجراحة بيكون بصورة أفضل بعد الظهيرة. لاختبار هذا الشيء بحث العلماء بالسجلات الطبية ل 600 مريض تقريباً خضعوا لجراحة تبديل الصمامات، وخضع نص للجراحة صباحاً والنصف الآخر بعد الظهر، ووجدوا أن من عانوا من حوادث قلبية من الأشخاص يلي عملوها بعد الظهر أقل مقارنة بمن أجروها صباحاً، فكشفت نتائجهم عن قلة وجود أذى في النسج وسرعة ترميمة. هل هذا بيعني أنه في حال تم تعيين جراحة قلبية لك صباحاً فلازم تلغيها؟ بالطبع لا، فالدراسة اقترحت تحديد هي الفترة للجراحات الأكثر خطورة، على سبيل المثال لمن يعاني السمنة أو داء السكري، لأنه هؤلاء بتظهر عليهم مضاعفات زيادة. مساء الخير عن جديد، حقدمكم مجموعة من الإرشادات والنصائح الغذائية لمريض القلب المفتوح حتى يقدر يصوم برمضان وما يتأثر قلبه. أول نصيحة المشي، لازم مريض القلب المفتوح يمشي لمدة ساعة يومياً، بس ممنوع تكون بوقت الصيام، ولازم أكيد يراقب وزنه بانتظام ويشرب كميات معتدلة من السوائل ويتجنب امتلاء البطن بعد الفطور لأنه حيسبب له مشاكل بالقلب. أما الوجبات المثالية لمريض القلب المفتوح فبتضمن شوربة خفيفة، حبة تمر لأنه بتحتوي على الفيتامينات الضرورية صحة القلب وأكيد مضادات الأكسدة فيها، والخيار كخضار لأنه يحسن من حالة الارتواء في الجسم، والبرتقال كمان منيح كتير لأنه يحتوي على الفيتامين الهامة لصحة القلب. وما ننسى نقسم الطعام على مرتين أو ثلاث مرات ونبتعد قدر الإمكان على الوجبات الدسمة. وهيك خلصت فقرتنا وخلصت نصيحتنا الغذائية لليوم، لاقونا بكرة بنفس الوقت وحنحكي عن المرأة المرضع وخصوصيتها برمضان. وطبعا ما تنسوا تتصلوا فينا بكرة أو تبعتوا أسئلتكم على الفيسبوك، وردوا أنا صار
صاروا جاهزين ليكفوا فقرات رمضان بيجمعنا. شكرا دكتورة إيفانا، يعطيك شكرا لك دكتورة. يعني كل يوم بالفقرة الطبية عم ناخذ مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية الخاصة بشهر رمضان الكريم، وأيضا نحن عم نواكب كل الكومنتس اللي عم تحطوها، وأيضا ناطرين اتصالاتكم. بعد شوي الرقم أكيد هلا رح يبلش يظهر على الشاشة لحتى نسمع أصواتكم. صحيح، الرقم بلش يظهر على الشاشة لحتى تتصلوا عليه، ورح ناخذ مرة تانية كومنتات على البوست الخاص بحلقة اليوم. عم نشوف البوست على الشاشة، الصفحة بعنوان رمضان بيجمعنا على قناة سما، وهالمرة أخذنا البوستات يا رنا من الأحدث للأقدم. أوكي. رح ناخد أماني. أماني أكيد في أشخاص بحياتنا بيستحقوا كلمة شكراً، بس بالمختصر أبي وأمي هنن الأساس بحياتنا. قديش ما في أشخاص وقفت جنبنا، بضل الأب والأم الأهم وبيضلوا معي بكل لحظة. صحيح، وعم تشكرنا على البرنامج، وشكراً لكم لاحترام المشاهدين، بعشق فيكم احترامكم للمشاهدين. شكرا كثير لك، وهذا واجبنا أكيد. اكيد نحترم كل الناس اللي عم يتابعونا. رح ناخذ جنات، عم تقول الشكر الاول والاكبر لرب العالمين على كل شيء طعمني اياه بحياتي، وشكرا لعائلتي الداعمه لي على طول، والمعلمين والاساتذه والدكاتره يلي درسوني. حلو انه حدا يحفظ الفضل والمعروف عجل لكل حدا عم يتابعه، او كل حدا عم يتابعه خلال حياته. طبعا اكيد رح ناخذ تعليق ايضا. يسعد اوقاتكم، اسمه مرعب الهيبة الحوراني هذا البروفايل. يسعد أوقاتكم غوالي، أكيد شكرا لكم وكل الأشخاص اللي معكم، وتحية مني الأستاذ ورد، شكرا كتير لك، وأشكر الكادر يلي بهالمجموعة. عم يشكر أهله أكيد، وشكرا لرب العالمين اللي خلقه بسوريا الحبيبة. طبعا الحمد لله على كل حال وعلى كل أمر أكيد أنعم الله فيه علينا. أكيد رح نبلش ناخد اتصالات مشاهدينا. مجد مساء الخير. مجد مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا فيكي. مجد صبية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم يا مجد. علينا وعليكم. ينعاد عليكي بكل خير. من وين عم تتابعينا؟ من القطيف. حكيت معكم قبل هالمره. حكيتي معنا. اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه. هي مو هي، هي مو هي. شو الاخبار يا مجد؟ الاخبار حلوه. مع مين عم تحضرينا اليوم؟ مع اولادي وماما. الله يحمي لك ياهم. شو طابخه اليوم؟ اليوم ماني عامل شيء لانه عندي لسه، فهو اليوم استراحة. اليوم استراحة. حلو حلو انه هيك نخلص كل شيء عنا اياه وننظف البراد مثل ما بيقولوا. هي مصطلح تنظيف البراد يعني ناكل كل شيء موجود فيه. هي بيكون مثلا بعد 3 4 ايام بيكون فيه من كل اكله بقيان شوي، بيكون بيكون الافطار من هي الاكلات. مجد اليوم نحن سؤالنا عم نحكي عن مبدا الشكر والامتنان لاشخاص يمكن كانوا معنا بموقف او كانوا معنا بكلمه او بتعامل معين قدموه معنا. اليوم لمين بتقولي شكرا؟ بقول شكرا للمدام عفراء الشماط، بقول شكرا لجمعية حقوق الطفل للمسؤول عنا، بقول شكرا لكل إنسان كان عنده إنسانية بكل معنى الكلمة. وماما يا ورد بتسلم عليك كتير. الله يسلمها. كيفها؟ كيف الوالدة؟ الحمد لله. أعطينا إياها نحكي معها إذا موجودة. والله ماما عندها شوي وضع صحي إن شاء الله يا رب معافاية، وسلميلي عليها وبوسيلي إيديها كتير كتير. الله يسلمك. خليلك ياها يا رب. مجد كثير انبسطنا باتصالك، ناطرينك اكيد بباقي الايام نسمع صوتك. بحبك كثير وبحب جودي، واللون السماوي كنت لابستي او انت مبارح بيهبل. شكرا شكرا كثير. متابعه بادق التفاصيل. الله يحميكم يا رب، وانت من المشاهدات اللي بنفتخر انه بيتابعونا على طول. اهلا وسهلا فيكي. اتصال جديد. اسراء من الشام، مرحبا. راح الاتصال، راح يجهز اتصال ثاني من محافظات. ان شاء الله كلها تكون عم تشارك وتسمعنا صوتها. قد ايه حلو انه مجد رجعت دقت لنا تمام مره جديده، انه مهتمه بالتفاصيل، بتتابع بدقه التفاصيل، ناظرتنا بكل شيء عن جد. الله يحميكي ويحمي عيلتك. بكل حدا، ونحن بنعتز بمشاهدين يمكن هن هيك اوفياء لبرامجنا واوفياء ايضا لقناتنا، ودائما بيتابعونا وبيكونوا مدققين على ادق التفاصيل. اتصال جديد، مرحبا. طب شو رايكم نروح نرجع لكومنتات الفيسبوك شوي، ونشوف نحن شو اجانا كومنتات جديدة. أوكي. ونكمل بتعليقات المشاهدين المهضومة واللطيفة. رح ناخد ليلى مثلا، عم تقول بشكر من كل قلبي معلمين السورية، لأنه المعلم هو اللي بيربي الأجيال علميا وخلقيا واجتماعيا ليكونوا المواطنين صالحين، يعتمد عليهم، تعتمد الأمة عليهم، هيك مفروض يكون الكلام. رح ناخد أيضا تعليق قبل الاتصال. لولو عم تقول شكرا لأبي لأن كان معي بكل خطوة بخطية، لأن زرع فيني الشجاعة والحب وخلاني أوثق بحالي. الله يحمي لك يا رب. خلي لك يا. رح ناخد اتصال.
رفاء. الو. مرحبا. مرحبا يا هلا. رمضان كريم. كيفكم؟ رفاء صوتك شوي بعيد، نعلي صوتنا شوي. انا عم بحكي معكم من الست زينب. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ كيف الاوضاع عندكم رفاء؟ يعني بنعرف اكيد كان في شوي يمكن بازمه الكورونا، كان في شوية الحمد لله ماشي الحال، يعني اوضاع منيحه. ماشي الحال الحمد لله، بنتمنى ان شاء الله هيك عن الله يحمي. لساتكم بست زينب بالحجر المفروض صح؟ اي والله كثير تمام. الله يحميكم يا رب. ماشي الحال. يا رب يا رب تكون الامور بخير لكل اهالينا بست زينب وبكل مناطق رب العالمين. الله يحمي هالبلد. أمين. يا رب وجميع البلاد. تمام. طب انتوا اليوم بست زينب عم تتابعونا، عم تتابعينا حضرتك ست رفاء من اول رمضان صح؟ تماما. شو لمين بتقولي شكرا اليوم؟ سؤالنا شكرا لحدا عمل معنا معروف مثلا، او لحدا كان له دور بتكوين شخصيتنا او ساعدنا بظروف نحن كنا مارين فيها بصعوبه، لمين بتقولي شكرا؟ انا بقول شكرا بالدرجه الاولى لامي الموجوده اللي تحملت كل الظروف. ياها. نعم خليلك ياها يا رب. تفضلي. بتشكرها لأمي لأنها موجودة بحياتنا وتحملت كتير ظروف البلد وظروف العيلة اللي راحوا بهاي الظروف. فالبابا اللي استشهد وأخي اللي استشهد، أمي كانت هي حدا كتير قوي، كانت واقفة معنا نحن البقيانين وكانت أمي كتير عظيمة. يعني ما فينا نقول لك غير الله يرحمهم، وتحية أكيد لكل شهدائنا وكل الأشخاص اللي غادرونا. أصلا بكرة عيد الشهداء صح. بسوريا وأيضا يوم عطلة الأربعاء والخميس بكل تماما. البلد الله يرحمهم يا رب، ويخلي لك الماما ويخلي لك كل أحبابك حواليك رفاء. كثير انبسطنا بسمع صوتك. شكرا. ويحميكم يا رب ست زينب، وإن شاء الله يا رب قريبا جدا نسمع الأخبار الطيبة بانتهاء جائحة كورونا بسوريا وبكل المناطق. نايا مرحبا. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ تمام الحمد لله، انتم كيفكم؟ ناح. نايا قد ايه عمرك؟ 20. 20 سنة. اوكي. نايا حكيتينا من قبل ولا لا؟ بلا. شفتي بيضت الصوت فورا، من وين كنتي عم تحكي معنا؟ من الشام. من الشام. اهلا وسهلا فيكي. سؤالنا اليوم يا نايا عن الشكر والامتنان، لمين بتوجهي بهيك بطاقة شكر ولمين بتشيلي المعروف اللي عمله معك؟ هلا لأهلي أول شيء بالمرتبة الأولى طبعاً بقول لهم شكراً لأنه وقفوا هن جنبي ودائماً هن داعميني، وثاني شيء لرفقاتي يعني لهم فضل كتير علي، فمشان هيك بقول لهم شكراً. شكراً كتير يا نايا، أكيد يخلي لك أهلك بسطنا رجعنا سمعنا صوتك هيك. أكيد اليوم عم يرجعوا يتصلوا مرة ثانية. شكراً كتير نايا. رح ناخد سوسان. مدام سوسان مرحبا. أهلاً يا هلا. مساء الخير، يسعد اوقاتك. اهلا يسعد اوقاتكم. من وين عم تتابعينا؟ من السويدة. اهلا وسهلا فيك، وتحياتنا لكل اهالينا بمحافظة السويدة. كيف شهر رمضان معك؟ من السويدة. تمام. عم تسمعينا من التلفزيون مبدئيا سمعينا من التليفون مدام. عم تسألك رنا كيف كان رمضان معكم؟ ايوه مدام عم تسمعينا منيح؟ وصل لبما يوصل السؤال. تمام. نحن اليوم سؤالنا عم يقول لمين بتقولي شكرا وليش؟ بقول شكرا لأمي ولبيي. الله يحميهم، موجودين إذا موجودين فالله يحميهم يا رب. الله يسلمك وشكرا لكم على هالبرنامج الحلو. شكراً كتير لألك يعني لاتصالك، ويخلي لك عائلتك كمان فوق راسك. يعني نحن اليوم بما أنه عم نوجه تشكرات وعم نوجه يمكن كل هاي الأشياء، وكل حدا عم يتشكر ممكن أشخاص أو عالم عم تكون موجودة معه، يمكن هلأ بهي الفترات عن جد حسينا بقيمة الأطباء صح. الممرضين، كل هذا الطاقم الطبي والكادر الطبي كله اللي هو عن جد خط الدفاع الأول اللي عم يكون هو مع الناس وعم يعرض حاله وحياته يمكن أيضا للخطر بالاحتكاك يمكن مع المرضى. الله يحمي الكل. واليوم شكرنا أكيد لألهم. أكيد لألهم. وأكيد في مبارح كان عيد المرور، فشكرا لكل شرطي مرور واقف خاصة اليوم بالمطر وبالبرد عم يكون عم ينظم المرور، وفي ناس منهم أنا شفتهم بعيني كنت طالع عند الإفطار فأدن المغرب وهنن عم يفطروا وهنن واقفين بالشارع لحتى ينظموا المرور، وفي الجيش العربي السوري وأيضا قوى الأمن الداخلي وزارة الداخلية اللي هنن بحظر التجوال، عناصرهم عم يفطروا وهنن واقفين بالشارع لحتى يضبطوا حظر التجوال كرمال يحموا البلد من جائحة كورونا. إذا بدنا كمان نمدد الشكر لكل حدا
من المدرسين اللي عم يعانوا مع الطلاب حاليا يتعذبوا زيادة شوي، قربوا فحص الشهادات وهن منقطعين عن الدراسة، فعم يدرسون أونلاين وينظموا خليني أقول نماذج امتحانية مثلا ليدربوا الطلاب اللي كانوا ملتزمين معهم. فشكرا للمدرسين والمعلمين اللي عندهم للكل. طلاب شهادات تحياتنا للكل أكيد. ويمكن بتجتمع دائما ورد خصوصية رمضان، ولما بتجتمع أيضا وتفاصيل هذا الشهر الحلوة مع الفكرة المميزة بالتصميم والمهارة بالتنفيذ، بتكون النتيجة مثل ما رح نشوف. في بنتي لقيت عندها ميول للقصص هاي، وبتحب يعني تشتغل الشغلات وبتحب تشتغل بإيدها، يعني أي شيء بتلاقيه بالبيت مثلا ما له شغل ما له قيمة بتعمل منه قصة يعني. عم حبيت نمي لها الموهبة، عملت لها مشروع خاص فيها يعني، طبعا غير مجال عملي يعني، وبلشت أبدع يعني. وبعد سنة ونص عملت كتير شغل حلو، وصارت هي هلا هي بتعمل أفكارها بتجهزها ترسمها شلون بدها اياها، بتعطيني قياساتها. فكر فيها برسمها، بشوف شو في افكار براسي بحطها برسمها وهيك، وتشاور مع بابا بنصممها بنشوف شو بيلبق عليها وبنظبطها. في عندك قطعه مثلا بتاكل وقت تطبيق ساعه ساعه ونص، لانه احنا ما بنعتمد على اي لاصق ولا بنعتمد على اي برغي او بسمار، بنعتمد على الخشب يركب ببعضه يفوت ببعضه، يعني يكون يعني القطعة تفوت ببعضها جانسة تكون لتطلع القطعة النهائية. في كتير زغرفات وفي كتير أشكال، كل شكل ممكن يلبق له يعني زغرفة أو تنتين، منجرب نحنا شوف شو بيعجبنا ومنحطه ومنساوي. طبعا إذا الزبونة بدها أي شيء خاص فيها منضبط لها التصميم منصوره منشوف إذا أي تعديلات عليها ممكن نضيفها كمان. نحنا بنعتمد على الخشب الملبس ورق الفورميكا اساس ماده العمل تبعنا كامله، بقى هي الماده بتجي اساسا هي عده الوان، نختار الالوان اللي بدنا اياها نشتغل عليها. تنبسطي وقت بتشوفي الناس انه فرحانه هي بالقطعه اللي عم تساويها. أولى الإسلام موضوع بر الوالدين اهتمام كبير، ووصفه بالخلق العظيم وحذر من التهاون فيه ونهى عن العقوق، فطاعة الوالدين هي من طاعة الله. وبر الوالدين يا رنا من الأمور يلي بيستقيم فيها الإيمان لما فيها من أمور وحسنات عظيمة وأجر مضاعف لما نحن نحسن لوالدينا ونقوم بواجباتهم وهن على قيد الحياة، وأيضا بعد وفاتهم بعد عمر طويل طبعا، ولازم نخفض جناح الطاعة لهم على طول. خير الكلام اليوم رح يكون مع ضيفنا الأستاذ محمد يسار خورشيد، عضو الفريق الديني الشبابي، لنحكي عن موضوع بر الوالدين. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم أستاذ ورد. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم ينعاد عليك بكل خير. قديش بتكون يمكن فضائل وثمرات بر الوالدين هي بتكون مضاعفة وأكثر بشهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بر الوالدين مثل ما تفضلتوا قبل قليل موضوع هام جداً، وهو يعتبر من الدعائم التي تبنى عليه شخصية الرجل المسلم، ومن الركائز التي يبنى عليه الإسلام. فموضوع بر الوالدين كثير من الناس يظن أن بر الوالدين هو الطاعة المطلقة، الطاعة العمياء. بر الوالدين الله سبحانه وتعالى اختصرنا إياه في القرآن الكريم وتكلم عنه باستفاضة ووضوح لما له أهمية على حياة المسلم وعلى المجتمع أجمع. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية تفيدنا أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، فالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. أما طاعة الوالدين فنحن مأمورون بها ما لم تتعارض مع طاعة الله سبحانه وتعالى، فكل ما يأمرنا به الوالدين من أم أب نحن مأمورين بالاستجابة ومأمورون بالطاعة ما لم تتعارض مع طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا إذا أمرونا بعدم طاعة الله سبحانه وتعالى نقوم بالطاعة
ولكن ما من دايقهم. خلينا نقول يعني إذا قال لي أبي الله يرضى عليك لا تصلي مثلا، هو طبعا ما حيقول هذا الكلام بشكل عام بالمجتمع، لا بقول له أنا بدي صلي لأنه اللي أمرني بطاعتك هو اللي أمرني بالصلاة، فبتكلم معه بكلام لين ولو أمرني بعدم طاعة الله سبحانه وتعالى. لما نأخذ مثال أقرب للواقع، لما بيقول الوالد لابنه أو هنا خلينا نقول محل قماش، إنه يا ابني لا تقله السعر هيك للتاجر الفلاني اللي بده يشتري منك، كذب عليه وقل له إنه أخذناهن بهيك سعر عشان نحن نبيعهن. هون كيف بدها تكون الأمور؟ هلأ مثل ما أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الإنسان حكيم نفسه، لا يجب عليه أن يعصي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما لازم يزعل والده. فكل إنسان بمصلحته بمهنته يستطيع أن يتوصل إلى الحل الوسط. قال له لا تقله السعر لأنه بدنا، أو غشه بالسعر يمتنع، ما يأمره بالغش، يأمره بالغش، لا ما بيغشه هو. إذا ما استطاع وكان والده موجود أخي يمتنع عن البيع كله، لا يزعل والده ولكن لا يغش، لأنه الغش ممنوع شرعا، من غشنا فليس منا. لأن طاعة المخلوق كما قلنا لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. أما موضوع البر، نحن شلون من بر آبائنا، كيف من بر أمهاتنا، الأشكال إذا حبينا نحكي عن أشكال تمام. بر الوالدين عندنا بر في حال حياتهم وفي بر بعد وفاتهم، إن شاء الله ربي يطول بأعمار أمهاتنا وآبائنا جميعا. قال الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف أستاذ ورد في هذه الآية الكريمة شو قال الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف. طب ليش كلمة أف؟ يعني قالوا المفسرون لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كلمة أف؟ قال لأن كلمة أف هي أصغر كلمة في اللغة العربية تفيد الإعراض والتذمر والتأفف تماماً. ولو كان هناك كلمة أصغر منها في اللغة العربية لذكرها الله سبحانه وتعالى، فأنا منهي عن أصغر كلمة تفيد الإعراض. اليوم كم شخص عم يتابعنا ويمكن نحن كنا منهم لما أهلهم يطلبوا منهم طلب، يا ابني قوم مثلا جيب لي فلان غرض، يا ابني قوم دروس أنت طالب بكالوريا قلبت الشهادة اف ولو ما في غيري اف، ومو في أحيانا بتعيط وعالم تتخانق وبتطبش الباب، فكيف أنت الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نزعجهما في أصغر كلمة، ما نزعجهم بأصغر كلمة، فكيف بالأمور الكبيرة؟ وبالآية الكريمة أيضا قال الله سبحانه وتعالى يرحمهما كما ربياني صغيرة. كمان من هذه الآية نستطيع أن نستنبط أن اليوم البر سببه الإيجاد والتربية. يعني أنا اليوم والدي أو والدتي هما كان الله سبحانه وتعالى جعلهم سببا لإيجادي، يعني أنا اليوم لا أستطيع أن أكون موجود بدون أم وأب، يعني صح. هذا شيء طبيعي وشيء معروف علميا، يعني هذا من المسلمات خلينا نقول تمام. والنقطة الثانية هي التربية، فأنا مأمور بالطاعة وبالبر لكل من كان سببا لوجودي وكل من كان له سبب في تربيتي، فأنا مأمور بطاعة المعلم، مأمور بطاعة المربي، فكل من كان له سبب في تربيتي وفي إيجادي أنا مأمور تمام ببره وباحترامه وبتقديره. أما بعد موتهم كمان الإسلام سبحان الله أحاط هذه الناحية بناحية، يعني أحاط هذه الوضعية بناحية مهمة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أنه هل بقي شيء من بر والدي بعد موتهما، أبر والدي بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما، تدعي لهم، الاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، عم أبي خال أبي، وإنفاذ عهدهما. نحن للأسف لليوم يعني الله يحمي كل الأمهات وكل الآباء ويطول بأعمار الموجودين منهم، بيتوفى الوالد أو الوالدة خلاص نسيت خالتي، نسيت عمتي، نسيت كل الأمور اللي ممكن هن كانوا يربطوني فيهم، مثل ما بيقولوا الأم بتلم، فهي حتى أخواته ما عاد يحكي معهم لأنه الوالدة توفت. سيدنا الحديث اللي ذكرته في إله تتمي مو فقط صلة الرحم التي لا تصل بهم، يعني كمل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإكرام صديقهما، يعني أنا مو بس قرايبيني اللي هن من لحمي وصلة رحمي لازم دير بالي عليهم وأعطف عليهم برا بأمي وبأبي، لا، حتى اللي كان يحبوا أبي وحتى اللي كانت تحبوا أمي لازم أنا دير بالي عليهم وأحسن إليهم وحبهم برا بأمي وبأبي.
فهذا تعليم عظيم وخلق كبير يجب أن يتحلى به الإنسان المسلم. تمام، يعني يمكن كلنا كمان بنسمع ورد بمصطلح الطفل العاق، خلينا نقول اللي هو بيكون ما نو ماشي يمكن على تعاليم أهله، للأسف بيطلع عن عائلته، ممكن هو يعمل كثير تصرفات. بهي الأيام الفضيلة كيف إذا عم نقول في موجود هذا الولد بعائلة من العائلات، كيف الأهل بيقدروا خلينا نقول يحاولوا يرجعوا هذا الولد، يرجعوا للطريق يمكن الصواب؟ هلا نحن موضوع البر يبدأ عندما يكون الإنسان طفلا، يعني أنا أو شابا خلينا نقول، عندما دخل مرحلة التمييز. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر لا يفنى والإثم لا ينسى والديان لا يموت، كن كما شئت فكما تدين تدان. فأنا اليوم كإنسان شاب يجب علي أن أجتهد ببر أمي وببر أبي حتى الله سبحانه وتعالى يوفقني، أقل شيء خلينا نقول أن يرسل الله سبحانه وتعالى لي أبناء بررة. في كتير قصص واقعية وقصص حتى من قصص من القرآن الكريم تتكلم عن البر. من أراد السعادة فعليه بالبر، من أراد النجاح فعليه بالبر، من أراد المال فعليه البر. مستحيل تجد اليوم، مستحيل يعني إن شاء الله عند كلامي، إنسان ناجح بحياته وهو عاق لوالديه، مستحيل. ومستحيل أن تجد إنسان ناجح بحياته فاشل بحياته وهو بار بوالديه، مستحيل. يعني يوم نحن كلناتنا بنسمع وقرأنا سورة البقرة في القرآن الكريم، أما قصة البقرة نحن اليوم ذكرت في كتب التفسير قصة بنيت على البر وعلى التقوى. يعني الشاب اللي كان عنده البقرة اللي ذبحت هو شاب يعمل حطاب وهو فقير ويتيم، كان يعمل بالحطب، فعندما يحتطب يقيم ثلث الحطب لله سبحانه وتعالى يتبرع فيه، والثلث لوالدته والثلث لعياله ولأهله، وكان بار بأمه بشكل لا يوصف. سبحان الله هذا العجل كان يعني ورثه عن والده، فسبحان الله وجدوا ضالتهم في هذا العجل وأرادوا أن يشتروا، تكمل القصة المعروفة المشهورة. فعرضوا عليه ثمن هذا العجل 3 دنانير، كان هي بتسوى تقريبا دينارين، فربح تقدر تقول يعني 50%، وبالعرف التجاري يعني هذا ربح كويس. أنا بشتري عجل تاني وزيد معي دينار أموري كويسة. فقال لهم لا، ولو عطيتوني ربح كبير ما بي حتى استشير والدتي. راح عند والدته قال له لا تبيع. رجل عندهم قالوا له أنا والله بعتذر عن البيع. قالوا له طيب هي 6 دنانير، حقها هي دينارين. فأنا بعرف أي إنسان اليوم يعني ممكن أنا أشتري 3 أبقار أو 3 بشتري عجل واحد وبخلي معي مربح كبير ووالدتي حتنبسط. قال له والله ما حبيع بدون ما أستشير والدتي. فظل يروح وترفض الوالدة، لا حتى دفعوا له في هذا العجل ملء جلدة ذهب. فتخيل أنت ببر والدي من وين وصل من 3 دنانير لأضعاف أضعاف 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 مضاعفة. وهذا فقط ليس هي القصة أو هدول القصص ليس موجودة فقط في القرآن الكريم، موجودة كمان في حياتنا الواقعية. يعني صحيح. أنا بعرف شخص طبعا بدون ذكر اسمه، سبب نجاحه الأكبر هو بر الوالدين. سبب رزقه المادي اليوم كان هو يعني كويس، خلينا نقول يعني مستور الحال، سبحان الله فتح عليه سبحان الله تعالى رزق كبير بسبب بر الوالدين. سبحان الله، بتلاقي فضيلة الشيخ في مفاتيح من الأرض إلى السماء، كدعاء، كتيسير أمور، كفتح منافذ للتفريج عن العباد. هل مفاتيح مرتبطة بأشخاص، إن كان بالوالدة أو بالوالد، أو أنه أنا بالجار أحسن إله، أو بصدقة تصدقت فيها ردت عني أذى معين كان نازل علي، أو بأمور خير كلها، وحتى إذا بتصحح لي معلوماتي بسورة مريم الآية 32، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. المسيح عيسى عليه السلام يقول عن مريم العذراء هذا الموضوع. يعني حتى بالقرآن الكريم السيد المسيح أوصى اللي عم يقرأ هالآية عنه مثلا عن لسان الله طبعا، إنه هو نبي ومريم العذراء بمكانته المقدسة، فأيضا لازم يكون بر بوالدته. طيب نحن نروح اليوم لحياتنا الدنيوية. حياتنا الدنيوية اليوم أخذتنا كتير،
في كثير من الناس لليوم 12 رمضان ما زاروا بيت أهلهم، بيقولوا لك حجر صحي وما فيني أنا روح لعند والدتي وتباعدوا أمور تانية. كيف بدها تكون مظاهر بر الوالدين بهالظروف اللي عم نعيشها؟ هلأ نحن اليوم في وضع صحي صعب، هذا يعني لا يستطيع أحد أن ينكره، ولكن بر الوالدين ليس فقط أنه أنا روح عند والدتي أو روح عند والدي. في كثير أشخاص بيكون ذهابهم عند والدتهم والدتهم مصدر إزعاج للآباء والأمهات بسبب سوء أخلاقهم. اليوم نحن صحيح كنا مقصرين، يعني خلينا نكون واقعين، نحن كنا مقصرين بحق آبائنا بحق أمهاتنا، وهن بيسامحونا والله يرضى عليه، ومعليش شب وطايش وبكرة بيضلوا بيعطوا مبررات لأولاده. ولكن نحن اليوم يجب أن نجتهد بكل ما يجتهي الأب والأم بأخلاق كويسة. يعني أنا اليوم والدي بعرفه بيحب هذا الموضوع، لازم اجتهد بيعمله بفعله. والدتي بتكره هذا الموضوع، لازم ابتعد عنه. اليوم أنا بعيد عنهم تمام، بس التليفونات ما انقطعت. صح، يعني في كثير وسائل هلأ سهلت، في كثير وسائل. يعني أنا اليوم الأمور. إذا بيبعت أنا واثق اليوم هلأ أي شاب إذا بيبعت لأمه أنه الله يخلينا ياكي ورمضان كريم واشتقنا لطبخاتك وا وا وا، أكيد مستحيل ما ترضى عليه. وبكم هائل أقول لك اليوم الرضا مستحيل مستحيل. يعني الأم وعاطفة الأمومة لا يعني لا تقف أبدا ولا تنضب، ولا مو بس عاطفة الأمومة حتى الوالد. يعني هلأ نحن كثير من الآباء بنظنهم قاسين، أما بالعكس أحيانا وكثير من الأحيان تحس الأب في عاطفة تجاه ابنه، يعني بيكون حنون أكثر من الأم حتى. ولكن سبحان الله حسب طبيعة عمله حسب طبيعة انشغاله تضمر عنده، تضمر للطفل. يعني هو الطفل ما بيقدر يشوفه، أما هو واثق لما يكون مريض والله والده ما بينام وأمه ما بتنام، بتكون هاي المحبة موجودة، بس هو يمكن بيعبر عنها بطريقة مختلفة عن الأم أو عن هي ربة. تمام. ونصيحة اليوم اللي عم تقولي للشباب، يعني أنا بنصح أي شاب يجتهد بكل شيء بقدر استطاعته. اليوم شو ما بتقدم للوالد وللوالدة الله سبحانه وتعالى سوف يعوضهم لك أضعاف مضاعفة. صدقا يعني في قصص كثيرة وأشياء وجرب. يعني والوقت لا يسعفنا لذكرها كلها، ولكن أكيد. ختاما فضلة الشيخ من حديثك اللي لا يمل منه صراحة، اليوم نحن حكينا أنه لا تطيع أهلك بمعصية الله. اليوم في ناس أهلهم عم يقولولهم يا ابني صوم وصلي، وما عم يطيع أهله ولا عم يطيع ربه. فبنتمنى الصحة والسلامة للجميع، والله يسلمنا لديننا ودنيانا. شكرا كثير لك، رمضان كريم مرة ثانية. رمضان كريم ينعاد عليك بكل خير. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، كانت حلقتنا ملانة بالتشكرات أنجل. وسؤال حلقتنا كان عن الأشخاص اللي بتتشكرون. بكرة أكيد حلقة جديدة وأسئلة جديدة. شكرا لكل حدا عم يشتغل بهالبرنامج برمضان المبارك، من البروديوسر رغد لحتى المخرج، ولكل الناس اللي عم تكون بالكنترول والمصورين أكيد موجودين وهندسة الصوت والإضاءة. هذا واجبنا اللي عم نقوم فيه، وبنقول لا شكر على واجب طالما أنه المشاهدين عم يقدروا هذا الموضوع. تبقوا بألف خير.